وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. يقول: فقسم التخيير فدية اللباس، الطيب، تغطية الرأس، إزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، الإمناء بنظرة المباشرة بغير إنزال مني، كل هذه الأشياء اللي هي قلنا الآن باقي المحظورات، صحيح؟ هذه قال يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، طبعا من مساكين الحرم. إذن يخير من غطى رأسه، من غطت وجهه، من لبس مخيطا، من قص أظافره، من حلق شعره، من وضع طيبا، من بعد شنو قلنا، من لبس قفازا، من فعل، من قبل زوجته، من فعل محظورا من هذه المحظورات يخير بين 3 أمور. يقال له تصوم 3 أيام أو تطعم 6 مساكين أو تذبح شاتا.